مع كلمة المملكة العربية السعودية، بلادي الحرمين الشريفين، مهبط الوحي ومنبع الرسالة. يلقيها الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وهو وزير تعلم بمدرسة سلمان الحزم والعزم، صاحب فكر وسطي يواجه دائما التطرف والتشدد والإرهاب. فليتفضل سيادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي صاحب المعالي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أصحاب السماحة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها السادة والسيدات، أحييكم وأنقل لكم تحيات قيادتنا الرشيدة في المملكة العربية السعودية وإخوانكم المحبين لكم شعب المملكة العربية السعودية، وأدعو الله تعالى لمؤتمرنا هذا بالتوفيق والنجاح. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إنه لمن دواعي غبطتي وسروري المشاركة في هذا المؤتمر المبارك للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته 30 للتحاور والتشاور مع نخبة من أهل الرأي والحصافة في فقه بناء الدول، والذي تستضيفه وزارة الأوقاف في بلاد النيل وأرض الكنانة في مصر، أرض الصمود والثبات في وجه البغي وقوى التطرف والإرهاب. حفظ الله مصر حكومة وشعبا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، إنه سميع مجيب. أيها الحفل الكريم، إن مؤتمرنا هذا مؤتمر مهم، ويأتي في مرحلة حرجة ودقيقة من تاريخ أمتنا، بسبب الكم الهائل من المعلومات الخاطئة والمغلوطة التي بثتها جماعات الغلو والإرهاب والتطرف بين المسلمين عن الدول وبنائها واستمراريتها، حتى كانت سبباً للثورات وإزهاق الأنفس البريئة من مدنيين وعسكريين من المسلمين وغير المسلمين، وتدمير الأوطان وتشتيت الشعوب. فنشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الأوقاف بقيادة ربانها الماهر حسن اختيارها لعنوان هذا المؤتمر ومحاوره. أيها السادة والسيدات، أنشأكم الله من الأرض واستعمركم فيها، وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهو في الوقت نفسه حاجة فطرية وضرورة طبيعية لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها، لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها، ولا أن يحصل الإنسان السعادة إلا بتحقيقها. ولذلك اتفقت عليها الديانات والملل جميعها، وسعت لتحقيقها الحضارات والأمم كلها. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة والأخوات جميعا أن بناء الدول الإسلامية قائم على أركان كثيرة وقواعد عدة، يأتي في مقدمتها وأولها الاهتداء والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الهدى والنور، وفيهما الحق والعدل، وفيهما السعادة في الدنيا والآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله
رواه مسلم في صحيحه. وإن من أهم قواعد بناء الدول التي اتفقت عليها كل الملل والحضارات وعززها الإسلام وأكد عليها إرساء قواعد العدل والتسامح والتعايش ومحاربة الفساد والمفسدين، ولو مع أقرب قريب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبين سبحانه أن من كمال العدل الالتزام بالعهود والمواثيق العامة والخاصة الإقليمية والدولية مع المسلم وغير المسلم. وإن من أعظم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها وصلاحها الفساد والإفساد العقدي والفكري الذي يتولد عنه كل فساد عملي وسلوكي. فكان الواجب على الخاصة من الولاة والعلماء محاربة هذا الفساد بكل صوره وأنواعه، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا برد الناس إلى منهاج النبوة المعصوم الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد كان أسرع الناس امتثالاً لأمر ربه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم دولته على أسس الحق والعدل ومحاربة الظلم والفساد. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالعدل أينما كنا، رواه مسلم والنسائي. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها الحفل الكريم، إن بناء الدول لتبقى متماسكة قوية لا بد أن يقوم على حفظ الضرورات الخمس التي اتفق عليها عقلاء بني آدم كافة، وشدد فيها الإسلام حفظاً للدين والنفس والعرض والعقل والمال. وإن بناء الدولة الحديثة اليوم لا بد أن يراعى فيه ما كان من الثوابت والقطعيات، فلا يغير ولا يبدل ما كان قابلاً للاجتهاد وتغيير الفتوى بتغيير الزمان والمكان. فهذا لا يحجر فيه واسع، ولا ينبغي أن يبقى فيه ذوي الرأي والفتوى على رأي قديم وفتوى يجب أن تتغير لتغير الظروف والأحوال، كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولإمامنا أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله القول القديم والقول الجديد، ولإمامنا أحمد بن حنبل روايات في مسألة واحدة، والتيسير مطلب شرعي. ما خير نبينا صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والفكر الغالي المتشدد الذي قام عليه الإخوان المسلمون والإرهابيون، وهو نشر التشدد والتحجر بين الناس باسم الإسلام وكأنه من القطعيات، مما أوغر الصدور وأثار الضغائن، وصار غير المسلمين ينفرون عنه. علماؤنا الأجلاء، إن بناء الدول وقوتها لا يكون بالتواكل والكسل، بل بالأخذ بالأسباب المادية والوسائل الحضارية في كل نواحي الحياة العسكرية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغيرها. ولقد راعى ديننا الحنيف هذا الجانب أعظم رعاية، فقال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى في وجوب الأخذ بالأسباب الدنيوية والكونية: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغِ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
وحث الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الجد والاجتهاد في العمل والطلب، فقال سبحانه وتعالى في ثنائه على المؤمنين: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إن كل أسباب بناء الدول المادية والمعنوية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بالإتيان بصمام الأمان للدول والمجتمعات، وهو الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، ذلك بالاجتماع في الدين والتمسك بمنهاج النبوة الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال الله جل وعلا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإن من تمام الاجتماع والائتلاف الواجب الاجتماع من ولاه الله علينا من الحكام، والسمع والطاعة لهم بالمعروف، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولقد لفت انتباهي وشدني ما قاله أبو الحسن علي بن محمد ابن حبيب الماوردي في كتابه العظيم أدب الدنيا والدين، إذ يقول: اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء هي قواعدها، وإن تفرعت وهي: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح. فأما القاعدة الأولى فهي الدين المتبع، فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها ويعطف القلوب عن إرادتها حتى يصير قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها، نصوحا لها في ملماتها. وهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها، ولا يصلح الناس إلا عليها، فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح الدنيا واستقامتها، وأجدى الأمور نفعا في انتظامها وسلامتها. ولذلك لم يخل الله تعالى خلقه مذ فطرهم عقلاء من تكليف شرعي واعتقادي ديني ينقادون لحكمه، فلا تختلف بهم الآراء ويستسلمون لأمره، فلا تنصرف بهم الأهواء. وأما القاعدة الثانية فهي سلطان قاهر تتآلف من رهبته الأهواء المختلفة، وتجتمع لهيبته القلوب المتفرقة، وتكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتمنع من خوفه النفوس العادية، لأن من طباع الناس من حب إليه المغالبة على ما آثروه، والقهر لمن عاندوه، لمن ينكفون عنه إلا بمانع قوي ورادع مليء. وهذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: أما عقل زاجر، أو دين حاجز، أو سلطان رادع، أو عجز صاد. فإذا تأملتها لم تجد خامسا يقترن بها، ورهبة السلطان أبلغها، لأن العقل والدين ربما كانا مضعوفين أو بدواعي الهوى مغلوبين، فتكون رهبة السلطان أشد زجرا وأقوى رادعا.
وأما القاعدة الثالثة فهي عدل شامل يدعو إلى الإلفة ويبعث على الطاعة وتتعمر به البلاد وتنمو به الأموال ويكثر معه النسل ويأمن به السلطان. وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس وتنتشر فيه الهمم ويسكن إليه البريء ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة. وأما القاعدة الخامسة فهي خصب دار تتسع النفوس به في الأحوال وتشترك فيه ذو الأكثار والإقلال، فيقل في الناس الحسد وينتفي عنهم تباغض العدم وتتسع النفوس في التوسع وتكثر المواساة والتواصل. وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدنيا وانتظام أحوالها، ولأن الخصب يؤول إلى الغنى والغنى يورث الأمانة والسخاء. وأما القاعدة السادسة فهي أمل فسيح يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن استيعابه ويبعث على اقتناء ما ليس يؤمل في إدراكه بحياة أربابه، ولولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنياً لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه من منازل السكنى وأراضي الحرث، وفي ذلك من الإعواز وتعذر الأماكن ما لا خفاء به. لذلك ما أرفق الله سبحانه وتعالى خلقه باتساع الآمال إلا حتى عمر به الدنيا فعم صلاحها، وصارت تنتقل بعمرانها إلى قرن بعد قرن، فيتم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها، ويرمم الثالث ما أحدثه الثاني من شعثها، لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة وأمورها على ممر الدهور منتظمة. ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجته حاجة يومه ولا تعدى ضرورة وقته، ولكن ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابا لا يجد فيها بلغة ولا يدرك منها حاجة، ثم تنتقل إلى من بعد بأسوأ من ذلك حالا حتى لا ينمى بها نبت ولا يمكن فيها لبث. فرحم الله بالحسن كأنه بهذه الكلمات النيرات بيننا في مؤتمرنا هذا. أيها الإخوة والأخوات، إن كثيرا ممن يسمع هذه القواعد التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم لبناء الدول والتي تجمع بين صلاح الدين وعمارة الدنيا يستبعد وقوعها على الأرض الواقع ويحيل حصولها في القرن الحادي والعشرين مع طغيان النظرة المادية، ولكن الله من على أهل الأرض في هذا الزمان بصور مشرقة تجمع بين الأصالة والحضارة وتؤلف بين الثبات والتجديد. يأتي في مقدمة تلك الصور بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية التي جمع الله لها بين الأصالة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين الأخذ بكل وسائل الحضارة المدنية المشروعة، واستطاعت أن توائم بين الثبات على أصول دينها وبين التجديد في كل أمور دنياها، حتى غدت بلاد الحرمين السعودية مثالاً يحتذى للحضارة والمدنية مع تمسك بالأسس الدينية الإسلامية، وأمست صخرة صلبة ولله الحمد يتكسر عليها مكر أعداء العروبة والإسلام. وما كان هذا ليكون لولا فضل الله أولاً وآخراً، ثم بفضل قيادتها الحكيمة الرشيدة التي يقودها مولاي خادم الحرمين الشريفين
الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير الملهم المسدد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ويؤازرهم ويقف معهم الشعب السعودي النبيل. كل نبلاء العالم وكل نبلاء العالم وعقلائه، فلله الحمد والشكر. وما رؤية 2030 ومشروع التحول الوطني وما المشاريع الحيوية التي تشهدها المملكة اليوم في المجالات كافة حتى صارت مؤسساتها ورش عمل دائم، مستعينة في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى بأهل الخبرة من أنحاء العالم أجمع. وما فتح المجال للذكر والأنثى على حد سواء للعمل الشريف والتنافس فيه، وما محاربة الفساد والمفسدين سواء كان إفسادا ماديا أو فكريا إلا دليل واضح لمنهج المملكة العربية السعودية الحديث، وهو المنهج الصحيح الذي تبنى عليه الدول. أصحاب السمو، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها السادة والسيدات، يسرني في ختام كلمتي هذه أن أثني بالشكر الجزيل بعد شكر الله لمقام فخامة الرئيس المجاهد عبد الفتاح أحمد السيسي الذي دافع دفاعاً قوياً مخلصاً أميناً صادقاً عن هذا الوطن مصر الغالية التي أراد بها الإرهابيون وأعداء هذا الوطن الكبير والأصل والأساس في الأمة العربية إلى أن يصل إلى أسوأ حالاته. ولكن لشجاعة هذا الرئيس العظيم ولوقوف الشعب المصري النبيل الذي حافظ على دينه وعلى تراثه وعاداته وتقاليده وأمنه، كان له أبلغ الأثر من أن يحافظ على أمن هذا الوطن العظيم الذي أريد به شراً مستطير. فالحمد لله رب العالمين. كما أشكر دولة رئيس الوزراء ولأخي الغالي معالي الوزير الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمد جمعة وإخوانه وزملائه في وزارة الأوقاف بمصر الكنانة، مصر العروبة والإسلام، على ما لقيناه من حفاوة وإكرام ليست بغريبة ولا جديدة. حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وشر المجرمين، وزاده رفعة وسائر بلاد المسلمين. إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.